أنواع السرطانات انتشارا دلوقتي؟ والله بص، هو عندنا في مصر هنا لو قلنا ان نسبة الاورام في مصر 100%، منهم 35% وده رقم كبير اورام الثدي عند الستات، 35%. حوالي 35، من 35 ل 38%، بتختلف من مكان للتاني وعلى حسب الستايل المعيشه وعلى حسب الجينات وعلى حسب الست دي التاريخ المرضي بتاعها، هل في حد في العائله حصل له اصيب ولا لا وهكذا. لكن هو يعتبر من اعلى النسب في مصر. كمان سرطان المثانه من الحاجات المنتشره جدا عندنا في مصر، بالذات في منطقه الفلاحين، بسبب كان زمان بسبب البلهارسيا، ودلوقتي لما البلهارسيا انتهت ظهر نوع تاني من اورام المثانه، يعني في اورام المثانه من الحاجات المنتشره. متهيألي دي منتشره بشكل اكبر في كبار السن ولا ملهاش علاقه برضه؟ يعني هو اكتر في كبار السن، لكن الاورام السرطانيه عامه ممكن تيجي في اي سن، وكل ورم سرطاني ليه ناتشرال هيستوري او تاريخ طبيعي. التاريخ الطبيعي ده بيختلف من ورم للتاني، يعني في اورام ما بتجيش للناس الكبار، في اورام ما بتجيش للناس الصغيرين وهكذا.